بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم في هذه الأمسية في نهاية هذا العام 2018، والمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية. وهذا المركز الذي يرحب بكم يتمنى لقاءكم في العام المقبل في برامج أخرى. يسعدنا هذا المساء أن نرحب بضيفنا الكريم الأديب الشاعر علي المقري، وهو من تعز باليمن السعيد. هو روائي وشاعر منذ الصبا، عمل محرراً ثقافياً لمنشورات عديدة منذ الثمانينيات، وترجمت رواياته إلى عدة لغات، وصدرت له عن دار الساقي روايته طعم أسود رائحة سوداء، التي رشحت لجائزة البوكر 2018-2019، والتي نتمنى أن تدرج ضمن القائمة المستحقة لنيل تلك الجائزة لنقرأها جميعا. أما الآن فسيحدثنا ضيفنا الأديب الشاعر عنها وعن الإشكاليات الروائية التي صادفته أو هو صادفها. كلنا آذان صاغية، وليتفضل الأستاذ علي. سعدتم بالخير مساء. أنا سعيد هذا المساء. سعدتم بالخير مساء. أنا سعيد هذا المساء لأنني أرى كل الوجوه الجميلة هذه أمامي، وسعيد منذ الصباح زرت معالم ثقافية مهمة يقوم بها مركز الشيخ إبراهيم بإدارة متميزة تقوده الشيخة الفاضلة مي، ورأيت لآلي البحرين مع الجوهرة المولدة، أشكرها على اللي قامت به في هذه الجولة الجميلة. وهي عرفت البحرين في هذه الجولة عن قرب، وسعيد بهذا. بالحقيقة إشكاليات روائية، يعني عنوان فضفاض، لا أعرف كيف ورطت نفسي باختيار هذا العنوان. وأنا أنطلق دائما من موقع لأقرأ الإشكاليات من موقعي ككاتب، ولست منظراً أو ناقداً. فالعنوان يحمل في طياته سؤالاً عن نوع الإشكاليات التي هي بالتأكيد كثيرة وتحتاج إلى مؤلف كبير، إذا لم نقل مؤلفات. لهذا ما قصدته في العنوان هو أن أناقش معكم أبرز هذه الإشكاليات التي تواجه عملية الكتابة الروائية في الوقت الراهن، وليكن حديثي كما أمل مدخلاً لهذا النقاش. مع التنويه طبعاً، كما قلت إنه أنا يعني لست من موقع التنظير، تبدو الرواية العربية في حال ازدهار كما هو معروف في الوقت الحالي. هناك روائيون يواكبون تحولات هذا الفن ويحاولون أن يضيفوا إليه تجاربهم الخاصة. لهذا نجد هناك روايات حديثة وتجريبية ما بعد حديثة، أو هكذا توصف، وكلها تمضي إلى جانب رواية تقليدية مكرسة، ورواية يمكن القول إنها ما زالت دون التقليدية، أي إنها دون تجربة بلزاك وحتى نجيب محفوظ. هناك رواية لم تصل إلى محاكاة التجارب الأولية لفن الرواية، أيضاً هي الأكثر انتشاراً في العالم العربي لأسباب تبدو لي
عائدة إلى غياب التقاليد الفنية الراسخة في مؤسسات ودور النشر العربية، والتي بموجبها تستطيع أن تعرف إذا ما كان هذا الكتاب له علاقة بفن الرواية أم لا. قولي هذا طبعاً يشير إلى البدايات أو الارتباكات الأولى للكتابة، والتي تبقى في المستوى الأدنى من الخبرة والاطلاع على ما تم إنجازه، ولا يشمل هذا القول الرواية الجديدة التي لها تساؤلاتها الخاصة، إذ لا يمكن قراءتها من خلال أنماط أسلوبية راكمها كتاب منذ مئات السنين. فليس من الصعب فهم ميلان كونديرا حين يقول إنه يسعى إلى تخريب فن الرواية المتراكم، أو فهم فلوبير الذي كان يحلم بكتابة كتاب عن لا شيء، كتاب ليس له رباط خارجي بل هو قائم بنفسه وبوساطة قوة أسلوبه الباطنية. لهذا يمكن القول إن هناك رواية عربية لم تكتب بعد، عربية لما تحمله كلمة عربية من دلالات لغوية وثقافية قد تستفيد من خبرة السرد العربي، سواء في تجلياته التخيلية أو في أساليب سردياته التاريخية، مع عدم إغفال تحولات فن الرواية وما وصل إليه في تجاربه الحديثة. هنا أشير إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بعملية الكتابة في الرواية العربية، وأولها إشكالية تواجه الرواية من داخلها تتعلق ببنائها الفني بالذات، الشكل، الزمن، أصوات السرد، علاقة الإيقاع السردي بالبيئة الاجتماعية إلى آخره. فالملاحظ أن التجارب الفنية الحديثة في الرواية العربية ما زالت قليلة، وأعني بذلك قلة تداخل الأنواع الفنية في السرد كالرواية والمسرح والرسم، أو اعتماد الصور ورسم الكاريكاتير مع النص القصصي أو السردي، فيما نجد الاشتغال على هذه الطرق منتشرا في الرواية الأوروبية. أو هذا من المهم هنا طبعا نشير إلى أن هذه التجارب في أوروبا ليست هي الأكثر طبعا انتشارا، مع هذا الأكثر رواجا أو انتشارا لدى القارئ من قبل القراء، رغم حدثة أشكالها المميزة باستثناء الرواية المصورة. هنا لدي أمامي كتابان يحملان صفات الرواية، يحملان يعني أنه هذا أمر رواية. في الأول نجد تداخل أشكال فنية في يعني شكل الكتابة، أحيانا نجد في سطر تعبيري أو جملة شعرية كما هذا كما تلاحظون، يعني كلمة واحدة، أنا أتكلم معك مثلا، يقول أنا أتكلم معك. هنا في سطر آخر في البداية يقول أنا أسائل نفسي فقط، يعني تداخل أشكال كثيرة من الشكل الفني، فيها سرد في قصة في قصص، أيضا فيها في مسرح، إلى جانب طبعا الشعر موجود، الشكل الشعري موجود. في الختام لقيت شكل مسرحي، حوار مسرحي، الشخص يقول ونقاط وحوارات موجودة. هذا يحمل الكتاب شكل اسمه الرواية. الكتاب الثاني الذي أحب أن أعطيك ترونه كمثال، هو أيضا يحمل صفات رواية. هذا يعتمد كثير على الصور والرسومات، فهو بهذا الشكل. في كثير من الأشكال الصور ممكن تلاحظون، مش لا أعرف البعيدين، لكن جميعها أشكال مع سرد قصصي، حروف في تأخذ بناء متعدد، صورة هكذا.
يعني بناء آخر. يعني في كثير من التنوع في الأشكال، وهذا تحت مسمى رواية. يعني الكتاب يحمل صفات رواية. كما قلت طبعا أن هذه الكتب ليست أيضا منتشرة، يعني ليست لا تأخذ رواجا. الأكثر رواجا في لدى القراء في أوروبا هي الرواية أيضا، الذي ما زالت تحافظ على الأشكال التقليدية في السرد. ما زال هناك في قصة، في حدث، في شخوص يتنقلون في هذا الشكل. يعني في أشكال متعددة كما ممكن تتخيلونها إلى في هذا الظروف. طبعا في الرواية العربية تقتصر بعض التجارب على يعني التلاعب في الزمن، تعدد الأصوات في هذا المحاولات. في هناك أشكال مسرحية حوارية لكن داخل النص نفسه، يعني لا توجد قطعة مسرحية كقطعة مسرحية داخل النص. يعني نحن نعتمد دائما في كتاباتنا حوارات أدبية، لكن نعتبره كنص حواري داخل النص، داخل الرواية، وليس كمشهد مسرحي بذاته. الإشكالية الثانية التي أحب أن أتطرق إليها تتعلق بالمعالجات الروائية. فإذا ما استعرضنا أهم المعالجات التي تطرقت إليها الرواية منذ نشأتها وحتى الآن، لوجدنا إلى أي حد تغيب بعضها في الرواية العربية، ومنها الرواية البوليسية، رواية الرحلات أو الرواية الجغرافية، الرواية العلمية الاستكشافية ورواية الخيال العلمي، رواية المغامرات والفتيان، الرواية المصورة والكاريكاتورية، الرواية الساخرة، الرواية الجنسية وليست طبعاً الإباحية كما تسمى، والرواية التاريخية. وإن ظهرت بعض التجارب في بعض هذه المجالات فما زالت متقطعة ولا تنبي بمشروع روائي متواصل. فالرواية التاريخية على سبيل المثال ما زالت تثير الجدل في الوساطة النقدية العربية، مع أن ظهور هذا الاتجاه المصطلح يرجع إلى بداية القرن التاسع عشر، حيث يكثر الجدل حول خصائص واشتراطات هذا الجانب من الكتابة، وبالذات علاقة الخيال بالأحداث أو بالشخصيات التاريخية. طبعاً هناك اتجاهات عديدة في كتابة الرواية الحديثة لم أطرقها لأنها تحتاج أيضاً إلى وقت كثير، مثل الواقعية السحرية، هناك الرواية السوداء، هناك الواقعية القذرة أيضاً، يعني اتجاهات كثيرة. الإشكالية الثالثة التي سأشير إليها في الإشكاليات هذه تتعلق بالقراءة. طبعاً لن أتطرق إلى مفهوم التلقي من مفهوم نقدي التلقي أيضاً والقراءة. فما يبدو لي أن القول أن الكاتب حامل رسالة لم يعد مستساغاً في عالم دحرت فيه سلطة المبشرين أو مدعي الحقيقة. وأظن أن الإنجاز الأدبي من هذا المنطلق ظل على الدوام في موقع النقد على كل المستويات، سواء تلك القراءات المتفحصة المستكشفة لعوالم النص، أو تلك الآراء الانطباعية والتي عادة ما تنطلق من مرجعيات ثقافية نمطية مكرسة لا ترى النصوص سوى في إطارها، أو وهذا ما هو ملاحظ في بعض الانطباعات القرائية العربية تنطلق من مفاهيم وقيم اجتماعية لا تتعامل مع النص كمنجز أدبي، وإنما كرسالة أخلاقية عليها مراعاة كل ما هو ممنوع ومحظور في الثقافة السائدة، إذ ما زالت الرقابة في العالم العربي تتخلق بأشكال أخرى، ومنها الرقابة الدينية التي تدعمها معظم السلطات العربية، بما فيها تلك السلطات التي تظهر في كل نشرات الأخبار منددة بأعمال داعش والقاعدة.
في الوقت الذي تقوم فيه بمحاكمة الكتاب وسجنهم ومصادرة ومنع كتبهم، وغالبا ما يكون ذلك بحجة الإساءة للمقدسات الدينية أو تجاوز القيم والعادات الاجتماعية، إذ تقف هذه المحددات المانعة ضد مساءلة الكاتب لواقعه وكشف محنه أو لنقل انحطاطه. فالكتاب قد يتناولون في أعمالهم الأدبية انحطاط الواقع كمحنة إنسانية يختبرونها ويشخصونها ضمن حال انحطاط عام. فنجد من يأتي ليقرأ العمل الأدبي في ضوء انحطاطه هو، فلا يرى في النص سوى الانحطاط الذي يعيشه، الانحطاط الثقافي والاجتماعي. لهذا تكون القراءة مشوهة ومرتبكة وغير متفحصة، أي ناتجة عن انحطاط القارئ في هذا الواقع المنحط، يعني انحطاط متبادل بين قارئ ونص. فهو مثلا لا يقرأ في عمل يتناول الجنس سوى الصورة الظاهرة منه، لا يرى في الكبت الجنسي وعلائقه الاجتماعية المقموعة أي انحطاط، لا يرى أنه هذا انحطاط في الواقع أصلا هو، وإنما يرى الانحطاط في الجنس بذاته. يتوافق بعض الكتاب مع هذه القراءات، بعض الكتاب أنفسهم يتوافق مع هذه القراءات بالقول إنهم ضد وجود مقاطع جنسية في الروايات، ولكن كيف يتم أنهم ليسوا ضد وجود مقاطع جنسية في الروايات، ولكن كيف يتم توظيفها، وكأن الجنس مسألة هامشية وليس له مكانة تذكر في حياتنا. طبعا أنا لن أذكر هنا، يعني كما في كل المرات نذكر أن هذه المرجعيات الثقافة العربية الإسلامية مليئة بالكتب مثل اللي تتناول هذه القصص السردية المتعلقة بالحياة الخاصة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، يعني واشتهرت في العقود الأخيرة كتاب مثلا زي روض العاطل للنفزاوي، وهو طبعا هناك مئات الكتب حول في هذا الجانب، وليس هذا الكتاب لوحده. قبله في 100 سنة قبل روض العاطر كتاب أهم من روض العاطر اسمه رشد اللبيب إلى معاشرة الحبيب، وهو كتاب ليمني اسمه ابن فليتة. ابن فليتة هذا الكتاب أنا أعتقد له قيمة علمية أكثر، ويعني حتى من وإلى جانب طبعا قيم القصص السردية. رغبة طبعا إنه الناس، يعني بعض الأصدقاء تحدثوا معي إنهم بحاجة لأنه يتحدثوا عن تجربتي في هذا اللقاء، أنا سوف أشير فقط إلى بعض هذا الطريقة، بعض الإشكاليات. أنا قلت كما قلت أنها أنا ما أمله أن تكون مدخلاً فقط للنقاشات بيننا. ففي رواية طعم أسود رايحة سوداء لم أهتم بشكل الكاتب أو شكل الكتاب، يعني السرد والمسرد وتوصيفه. حين بدأت أكتب سطوره الأولى أردته كعالم الأخدام وهو مسود في اليمن، يتناسل من سرديات شتى تاريخية واجتماعية وواقعية ومتخيلة، ليكون في كرنفال بوليفوني إيقاعه الخاص. ولقد اتكأت في هذه الرواية على مرجعيتين في السرد، هما طريقة أو أسلوب كتابة الحوليات في التاريخ العربي، وأسلوب السرد الحديث بما يتيحه من لعب في بناء الفقرة وتركيب الجملة، بل وفي منطوق المفردة اللغوية وموقعها وشكل كتابتها، إلى جانب المشهدية الرابطة لسياق الأحداث والشخوص في حركة مفتوحة غير مقيدة. شكل كتابة الحوليات التاريخية استفدت منه أيضا في رواية اليهودي الحالي، ربما بسبب ما اقتضته سياقات سردية فنية، لكن في الأساس قد يرجع إلى شغف شخصي لما اكتشفته من إمكانيات في تاريخ السرد العربي. مع هذا فلم أقم بمماثلة أسلوب ولغة الحوليات، وإنما كما أظن مضيت إلى سرد يستفيد من تقنية الرواية الحديثة
بدون مماثلتها أيضا. فتفاصيل فلوبير ومارسيل بروست مثلا لم تعد قابلة للمساءلة في نصي، وفي المقابل ليس بالإمكان العودة إلى ما قبل سيرفانتس أو ما قبل فن الرواية الحديثة. ويبدو لي أن استكشاف النص ومدى حداثته لا يكون عبر بناء شخوصه وتحولاتهم السردية فقط، وإنما أيضا في تفحص المفردة وتركيب الجملة وبناء الفقرة. ومن هذا المنطلق السردي فإنه لا توجد الكثير من التفاصيل في تحولات شخصيات اليهود الحالي الزمنية والمكانية، فالسرد لا ينمو بشكل تصاعدي، كما لا يعبأ كثيرا بتقديم مبررات الانتقالات. طبعا في طعم أسود كانت الشخصيات تظهر فجأة وتختفي فجأة كعالم الأخدام، يعني عالم الأخدام لا يمكن أن تسرد شخصية الخادم منذ ولادته حتى وفاته، لأنك في إطار المشهد أنت تجده في الحي أو في أمامك يظهر فجأة وهو يختفي فجأة. شخصيات غير مكتملة أو غير مستقرة، هي شخصيات قلقة حسب تعبير باختين حين يتحدث عن دوستويفسكي إن الشخصيات غير منجزة. هذه الشخصيات في الفكرة ماذا كنت أمتحن في الروايات بناء على التحوط عن الإشكاليات، فقد حاولت في البداية، كانت لدي أسئلة عن الوطن يعني في الرواية الأولى طعم أسود رايح سودة، وفي الرواية الثانية اليهودي الحالي. ماذا يعني الوطن؟ لماذا الوطن؟ هل الوطن ضرورة؟ كانت هذه الأسئلة موجودة في هواجسي الذاتية، وأبحث عنها أيضا في الأعمال المنجزة الأدبية حتى في الشعر العربي، يعني من الشنفرة إلى المتنبي وقوله غني عن الأوطان. فلماذا يعني ما هي هذه الحساسية؟ لماذا هناك فئات في المجتمع لا تحس بأنها تعيش في وطن، ولماذا لا تعيش كما هي بدون أن ندمجها كما نريد نحن؟ فكان هذا الاشتغال الأول في عمل طعم أسود رائحة سوداء. ثم في رواية اليهودي الحالي كان عن السود في اليمن، اليوم الأخدام في الرواية الأولى، واليهود وفي اليهودي الحالي عن الصراع بين اليهود والمسلمين في اليمن، وهي بشكل عام صراع يعني يوجد في كل مكان وفي كل العالم. وكان نحن نفسها هي التي أختبرها في الأشياء، يعني في إحدى الشخصيات فاطمة في رواية اليهودي الحالي تقول أو اليهود الحالي يقول إنه فاطمة كانت هي البديل عن الوطن، يعني هي وطن، هي مش وطن، هي البديل يعني. ففي بعدها بعد هذا الامتحان وجدت إنه أن أختبر ما هو البديل، ما هو البديل عن الوطن طبعاً، ما هو البديل إذا كان الوطن بهذا يتحول كفكرة وكمعنى أحياناً إلى قسوة، إلى قسوة من الممارسات ومن المحددات ومن يعني، فما هو الأفق البديل؟ فبحثت عن فكرة البديل عن الوطن، فعبر شخصية تهرب من باريس إلى عدن، وكان حينها في فترة الحرب العالمية الثانية. طبعا أنا بعد ذلك هربت من اليمن إلى باريس يعني، ولم أكن أتوقع هذا العمل بالعكس يتم. هذا يهرب في أيام الحرب العالمية الثانية إلى عدن، لأن عدن كانت ليست فيها هذه المحددات الوطنية، ما زالت مدينة كوزمبولاتية مفتوحة لكل الأجناس ولكل الهويات وعلى كل التنوع. فهو كان يتساءل يعني، عنده قلق المفهوم الوطني، أنه يشارك في حرب، لماذا يشارك في حرب، في الحرب العالمية، ما هو الوطن، لماذا الوطن؟ فهو يبحث عن بديل للوطن، يبحث عن فكرة البديل، فوجد أن عدن هذه ممكن أن تكون بديلة لفكرة الوطن، لكن هل ينجح هذا البديل أيضا؟ يعني هذا
هذا السؤال. البديل للوطن في عدن اللي هو اللي كانت عدن ايضا جاء في كانت من مرحله ايضا لم تكن لم يوجد استقرار كامل في اي مكان يبدو في العالم. لا يوجد هذا يعني ظل القلق المكاني هو الطاغي وهو المسيطر. بدات في الحرب مع الحرب العالميه الثانيه مع نهايتها بدات الصراعات عن مفاهيم الوطنيه والقوميه وبدل فكرة التعريف من هو العدني ومن هو اللي حق له أن يكون يعني يحمل هذه الصفة ومن الذي لا يحق له. ثم هل ما علاقة عدن باليمن كما هو حال اليمن اللي تعيشه حاليا يعني. ثم بدأ تضيق مفهوم يعني عدن المفتوحة للجميع بدأت تضيق في الواقع وفي السرد أيضا يعني. كثيرون يعني بدأ قوانين تسمى قوانين وطنية قوانين قومية بدأت عدن عربية. إذن الذي حق له أن يسكن ويتحقق هو العربي هو القومي هو الوطني هو. فبدأت عدن كانت مفتوحة للجميع اليهود الهنود الصومال كل اليونانيين الفرس كل بدأوا طبعا يغادروا عدن على قليل قليل ويذهبون إلى أماكن أخرى لتتحقق في حياتهم. فهنا يعني بدأت التحول إلى أن يعني صار المكان يضيق يعني بكل هذه المفاهيم. فهذا البديل للوطن هنا صار الشخصية التي أتت من باريس أيضا حالة مضطربة في المكان الذي وجد نفسه فيه كبديل للوطن صار أيضا هذا البديل غير محقق. هل كيف يتحقق الوطن؟ هل البديل يتحقق؟ ما زلت أنا في إطار الأسئلة يعني أنا لم أقدم إجابات إنما كانت اختبارات وفي المحن. شكرا وأسمع نقاشاتكم. شكرا جزيلا أستاذ علي ولحضراتكم الوقت والمجال لطرح أي سؤال يخطر بذهنكم. تفضل أستاذ عارف هنا. أسعد الله مساءكم بكل خير. شكراً على هذه المحاضرة القيمة. الأخ العزيز أهلاً بك في البحرين. لدي سؤال منبثق من عنوان هذه المحاضرة الإشكاليات الروائية. شخصكم الكريم يكتب الشعر ويكتب الرواية والجمع بين هاتين الثنائيتين في العصر الحديث جمع مبارك وطيب. ومن ينتمي لهاتين الثنائيتين يقال عنه أديب كبير. ما هو حجم هذا السؤال؟ ما هو حجم التعالق بين ثنائية الشعر وأنت شاعر وثنائية النثر وأنت روائي في منجزكم الروائي؟ شكرا. أجيب الآن. فضل. هو في الحقيقة أنا كنت أعتبر نفسي كنت مخلصا للشعر وفي فترة من الفترة لكن كنت آمل أن أقرأ بعض الأشياء أقرأها في الرواية اليمنية يكتبوها روائيون آخرون غيري. لم أجد هذه الهواجس اللي كنت أفكر بها أحد يكتبها. فكنت على قرب أو مقترب كثير في من الأعمال الروائية
ورأيت أن هناك أسئلة لا يمكن الإجابة عليها أو حتى البحث في عن إجابات، مش بالضرورة أن نقدم إجابات أو أحصل على إجابات إلا عبر السرد، عبر الرواية. فكما قلت مضيت في هذا العمل السردي، لكن بالتأكيد بعد أن مضيت في هذا الطريق لم أعد أكتب حقيقة يعني أو أهتم بالكتابة الشعرية كثيرا، يعني هناك نصوص قليلة كتبتها خلال السنوات الماضية. وأظن أحيانا دائما أن الرواية أيضا، الكتابة الروائية هي أيضا قراءة العالم من زاوية ممكن تكون في بعض جوانبها شعرية. الشعرية لا تعني اللغة الشعرية، يعني ممكن أنت تكتب سرد بشكل شعري، يعني ممكن تستكشف الشعر في السينما، في المسرح أيضا، في طريق هندسة المعمار الفني. يعني الشعر ممكن يكون في أي شكل من الأشكال الفنية. السلام عليكم أستاذي. أنت ذكرت الرواية اللي تعتمد، يعني وضعت مثال للرواية الجديدة اللي هي الرواية اللي فيها بعض الصور، وقلت إن هذه مهي منتشرة بكثرة، لكن ألا تعتقد إن هذه حتنتشر مستقبلاً بكثرة؟ أنا أحس إن القارئ أصبح أكثر كسلاً، يعني حتى الخيال ما يبغى يتخيل، يبغى الكاتب يجيب له الشيء جاهز. يعني لاحظتها في الجيل الجديد، يعني 18 19 20 بدا يميلون للروايه اللي انت ذكرتها. ما تعتقد ان الاجيال الجايه حتكون هذا شكل الروايه الجديده؟ انا لا اعتقد، يعني انا لانه انا مثلا عايش حاليا في باريس، فامشي كل يوم اشوف القطارات والمتروهات تركبها، فاكثر الناس الذين يقرؤون الروايات في ايديهم روايات تعتمد السرد التقليدي في بنائها. حتى في العالم العربي يعني اكثر الروايات الان منتشره هي التي تعتمد القصه، تعتمد السرد، تعتمد يعني طبعا ما فيش ظواهر زي مثل هذا. حتى في اوروبا يعني مثلا الكتب التي تطبع بهذا الاشكال، احيانا هناك مؤسسات ادبيه تدعم الكاتب بغض النظر على توجهاته. يعني هذا الكتاب مثلا يحمل توقيع انه مدعوم من CNL، هذا الفوض الكتاب في كل اشكاله التصوير الصوريه، هذا مدعوم من مركز مهم جدا، المركز الوطني للكتاب. انا اعيش مثلا في فرنسا في رعايته، لانه هو يعني يعطينا بدل القي محاضرات في مؤسسه ثقافيه خلال فتره من يعني هذا مركز مهم يدعم هذا الكتاب، لانه هو طبعا الناشر ربما لا يقبل فمعنى انه يدعم المركز الوطني للكتاب، هو يقدم مبلغ لنشر الكتاب. يعني فيعني لما حين ارى التنوع القراءه في مثلا في دوله اوروبيه، أجد أن كل ما يقرأ هو روايات ولكن بطابع يعني محافظة على التقاليد الروائية القديمة. لكن التقاليد الروائية طبعا القول أنه مثلا أنه هناك رواية ميلودرامية أو يعني رواية الصوت الواحد الذي كانت مهيمنة أو هي التي يعني رواية العارف، رواية الفئة اللي يعرف كل شيء، هي لم تعد طبعا قائمة. هو يستخدم اللغة المينولوجية الداخلية لكن بتعدد أصوات، بتعدد بتناقضات. يعني أنا كتبت طعم أسود ورواية اليهود الحالي بصوت سارد، يعني لكن برواية بصوت مينولوجي داخلي، لكن هناك تناقض حتى في الشخصية ذاته، يعني هو يتناقض مع ذاته أحيانا. يعني فيعني هناك ايضا طريقه كرنفاليه في الاعمال. كثير من الاسماء مثلا منتشره في، يعني مثلا انتم تعرفون امين معلوف، يعني هو روائي شهير في فرنسا وما زال يكتب في الروايه التقليديه، او يعني خضره، ياسمين خضر الروائي الجزائري مثلا تقرا رواياته،
في فرنسا ويكتب بطريقة نفس الأسلوب السردي المعتاد، وهذا اللي حصل. مساء الخير كاتبنا الكريم، أقف احتراما لك ترحيبا بك في بلدك الثاني البحرين ولقلمك. عودة إلى روايتك اليهودي الحالي، الملاحظ في هذه الرواية كانت أحدثت الصدمة لدى القارئ العربي بخصوص الكتابة عن اليهود. كثير من الموضوعات تشكل تابوهات في مجتمعاتنا العربية، سواء كانت الأديان، سواء كانت القضايا الجنسية أو ما إلى ذلك، ولكن مقابل هذه القضايا التي يثيرها الروائي بالدرجة الأولى هناك الرقابة، الرقابة التي تقف ندا للكاتب ولمخياله و... للأسف ما سمعت الصوت تماما. يعني الكاتب وفي خط الرواية يتحدث عن كثير من القضايا المسكوت عنها في المجتمعات العربية، كما أنت تحدثت يمكن عن قضية كانت مسكوت عنها أو متوارية نوعا ما في رواية اليهودي الحالي. بالمقابل الرقابة دائما تقف ندا لهذا المخيال لدى الروائي العربي في مجتمعاتنا العربية. كيف السبيل للروائي أن يعني يتقلب على هذه الخطوط من الرقابة حتى وهو يكتب الرواية التي تكاد تكون هي المجال المسموح به للانتقاد بشكل يعني مقارنة بالأعمدة الصحفية أو بالكثير من المجالات الأخرى الأدبية، تكاد تكون الانتقادات في الرواية بطريقة غير مباشرة ولكن أيضا مؤثرة في المجتمعات بهدف إصلاحها. هذا سؤال. السؤال الثاني بما يحدث في اليمن الآن، لابد أنت أثرت نقطة الوطن وبما يمثله والبديل، أي بلد يتعرض لصراعات لابد أنه يعني يستهدف ذهنية الكاتب وأدبياته. هل لك أعمار روائية في هذا المجال مستلهمة مما يحدث في اليمن الآن؟ شكرا لك. هو فقط بالنسبة للتابوهات، يعني دائما نحن نكرس إنه في تابوهات وتداول هذا في الثقافة العربية. للأسف لا يوجد تابو في الأصل، يعني هو تابوه نحن نصنعه ونستطيع أن ندمره، يعني لا نستطيع في الحقيقة. يعني ما الذي يعني مثلا تناول موضوع اليهود، يعني مثلا في اليمن، يعني اليهود كثقافة وكمجتمع هم جزء من الحياة اليمنية، هم جزء من اليمن. يعني الديانة كانت قبل الإسلام الديانة الرسمية ربما نقول الرئيسية هي كانت الديانة اليهودية. يعني اثنان من الملوك من ملوك اليمن كانوا يعتنقان الديانة اليهودية، هما أسعد الكامل وذو نواس. وممكن نقول ان كانت الديانة الرسمية هي الديانة لليمن كانت الديانة اليهودية بهذا المعنى. وكان ذو نواس مثلا يعني معروف في اليمن انه بطل قومي لانه قاوم وكذا، لكن حين تقول لهم انه كان يهودي ايضا كان الناس يخجلون او كذا او لا يريدون ان يظهرون هذا المعلومة. لماذا يعني؟ يعني لا يوجد فكرة تابو، يعني هو جزء من ثقافتنا، جزء من مجتمعنا. لما حين نقرأ كثير من تاريخ أيضا اليهود في الخليج العربي، وأنا حين كتبت هذه الرواية اطلعت على كل التفاصيل يعني في القراءات، حتى كتبت عن اليهود أيضا في عدن، يعني وفي بخور عدني ورحيلهم وكيف كان في وطن في الأحلام ووطن في الحياة في الواقع. عندهم وطن يحلموا فيه أو يحلموا فيه، كل واحد وطن يحلم فيه. أحيانا يحلم بوطن أيديولوجي أي ثقافي أو كذا، لكن هو يعني مكان مقدس يزوره ويرجع، لكن هناك في وطن واقعي يحميه ولابد أن يظل فيه، يعني لا يهجر منه. فهذا الفكرة إنه يعني هذه ليست إشكال، يعني لا، التابوهات دائما هنا نحن نصنعها. كما قلت يعني إذا بالنسبة للمفاهيم المتعلقة مثلا بالجنس، إذا عدنا للتراث العربي بآلاف الكتب، وليست نذكر نحن كتابين أو ثلاثة كتب في هذا الموضوع. أما كيف يمكن للرواية أن تتخطى، يعني تتخطى هذا في إطار المنع؟ أنا أعتقد مسألة صعبة. كل الروايات التي شكلت حركة تحول في الفن الروائي أولاً
ثم في الحياة الاجتماعية كانت روايات ممنوعة وروايات مصادمة. يعني طبعاً لا أحرض لأن تكون كل الروايات بهذا الطريقة، هناك روايات مؤثرة ومهمة دون أن تدعك تصادم أو تواجه. يعني مثلاً ما يتعلق في المرأة وعلاقتها الاجتماعية، أن نسمع روايات مدام بوفاري لفلوبير وكيف حكمت وكيف حاكم حتى الناشر. يعني الآن حين نقرأ مدام بوفاري يعني مسألة عادية، يعني صراع أنه كانت تحلم وأنه تخون واحدة زوجها أو كذا، يعني مسألة يعني شيء يعني أنه حين يسألون الفرنسيين يعني ماذا عملت في روايتك، فمن دقتي ترجموها هكذا الحرمة، قل لهم أنا أردت مدام بوفاري أن تكون عارية يعني بشكل آخر مختلف عن المكانة يعني هي موجودة. ف يعني لا يعني كل الروايات هي ايضا تخلق هي التصادم في 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 ذاتها. اما في حال الوضع في اليمن، انا شاهدت الاشهر الاولى من الحرب، ففي الحقيقه المعاناه في اليمن كارثيه. يعني كنا دائما نردد او يردد الاخرون، انا لم اردد في الحقيقه ولا لم أقول هذا من قبل، أن المعاناة تخلق الإبداع. فأنا أؤمن من زمان أن المعاناة تخلق الإبداع وليست تخلق الإبداع، فهي يعني لا يستطيع الكاتب أن يكتب في ضوء وفي وجود معاناة. الكاتب اليمني الآن ليس عنده لا كهرباء ولا ماء ولا عنده مرتب شهري حتى يستطيع مواصلة الحياة، فهو يتمنى أن يواصل الحياة فقط، فما بالك أنه يفكر بعمل رواية أو يكتب في ظل هذه الظروف. أنا لحد هذا الوقت يعني كنت مضيت فترة مثلاً 3 أشهر في جيبوتي وسكنت في كنتق، فكنت يعني أحياناً لما حين أسمع رقة باب أو كذا أعتقد أنه هناك انفجار أو وقع أو ما شابه ذلك. يعني ابني في باريس حين رأى فترة يعني مرة طيارة كانت محلقة على قرب، وكانت أمه في المطبخ، هرع إليها لأنه يعتقد أنه سوف تقصف الطائرة بعد قليل. يعني أنا أيضا أعاني وأنا بعيد، ما زلت أعاني من بعيد، يعني لا أستطيع أن أكتب ولا أستطيع أن أكون حتى يعني أن أكون أحد الشهود في هذه الحرب، ربما بعد ذلك. خير إن شاء الله. زيادة من الأسئلة، تفضل. مساء الخير جميعا، أحمد السيد علي من بغداد. عذرا أنا جيت متأخر يمكن 10 دقائق، فخطر ببالي يمكن يكون أكو إشكاليتين للرواية العربية، ما أدري إذا حضرتك ذكرتهم أو لا في 10 دقائق اللي أنت غايب بيها. الإشكالية الأولى اللي هي إشكالية اللغة الفصحى مقابل اللهجة العامية. في تقديري أن أكو هواية عبارات يمكن لو أقولها باللهجة العامية ما أقدر أترجمها للفصحى، يمكن هذا ضعف عندي أو هذه قناعة ما أدري. فأتمنى لو بس تغطي لي جانب النص اللي مكتوب بالفصحى مقابل النص اللي مكتوب بالعامية، وإذا سمح الوقت والحضور وحضراتكم عندي سؤال آخر اللي هو هل ترى أن الناقد يشكل إشكالا من إشكاليات الرواية العربية؟ وشكرا. هو طبعا أنا لما يعني اتطرقت للجانب الفني كإشكالية أولى، الجانب الفني كإشكالية أولى، أو الجانب الثاني هو جانب المحن اللي تتناوله أو المواضيع اللي تتناولها الرواية، ثم محنة أو إشكالية القراءة العلاقة مع القارئ. أعتقد إنه هذا الجانب يتعلق بالإشكالية الأولى، علاقة اللغة
كيف يكتب الكاتب يعني الجانب الفني. الجانب يعني هناك طبعا تجارب عديدة يعني في مسألة علاقة اللغة باللغة الفصحى بالعامية. من خلال تجربتي أنا حين أكتب أحيانا يعني يتصل للناشر ويطلب أنه اعمل لي هامش لهذه الكلمة أو غير لي هذه الكلمة. أحيانا أرفض وأصر على هذه الأشياء أنه لا يمكن، وأقول أنه يعني أنه السارد أو الشخص الذي يتحدث هو يقول هذه العبارة، فأنا لا أستطيع أنه يعني في الإيقاع القص أو السرد هو هكذا في إطار البناء. وهذا يعني طبعا بدون شروحات، بدون يعني هناك تجربة مهمة عالمية، تجربة جيمس ويس في عليس، يعني تداخل اللغة، اللهجات، لغة الشارع يعني دخلها في الرواية، لغة اللغة اللي ممكن نقولها في الآن بديئة أو يعني البديئة. ف يعني ليس بالضرورة يعني ممكن تداخل فصحى بعامية، الطريقة كيف تكتب، كيف تكتب الرواية، يعني كيف تكتب الرواية وكيف تقرأ، هذا الطريقة. والسؤال الآخر الناقد، يعني هو بالنسبة لأي كاتب أنا أعتقد أنه هو سيكتب بدون بوجود ناقد أو بدون أو مع ناقد يعني. لكن طبعا القراءات النقديه يعني مهمه. انا على الصعيد الشخصي في قراءات في قراءتي لكثير من بالذات تاريخ الروايات، كيف تطورت الروايه، هذا مهم كثير جدا لكي ماذا ستكتب انت بعد كل هذا الانجاز المهم. لا تستطيع ان تكتب روايه جديده دون ان تكون قد خبرت او عرفت كل ما سبق من قبل الكتابه. تفضلي. مساء الخير، مرحبا بك استاذ علي في بلدك الثاني. احنا الان نتعامل مع الروايه او السرد بشكل عام انه هو من اهم المنجزات الثقافيه التي تشكك في اليقينيات وفي الثوابت، وكتاباتك دائما تنحو هذا المنحى. في روايه حرمه انت شككت في الايديولوجيات اللي كانت تمثل قناعات في المجتمع، الإيديولوجيات الدينية واليسارية، عمليات التحول وإفلاس هذه الإيديولوجيات. في بخور عدني قلق الهوية والبحث عن الهوية وعدم ثبات الهوية. أنا بس عندي سؤالين، الأول عن رواية حرمة، ما دام احنا نتكلم عن اليقينيات وعن عن أول شيء عن رواية حرمة، عن الجسارة اللي تمتعت بها في وأنت تكتب رواية جريئة بهذا النوع ومشككة، والجسارة وأنت تكتب وأنت تنشر وأنت تواجه لحد الآن يعني الملاحظات حول الرواية، مع أنها يمكن تكون من أكثر رواياتك اللي ترجمت. السؤال الثاني، ما نتكلم عن التشكيكات، يعني هل حضرتك ككاتب كمبدع تؤمن بحقيقة معينة أو تبحث عن حقيقة معينة أو في خلال من خلال طرحك للتساؤلات والقلق في الروايات تريد أن توصل القارئ العربي إلى حقائق معينة؟ وشكرا لك. هو فعلا الحقيقة الوحيدة الذي يمكن الواحد أن يؤمن بها هو أن لا توجد حقيقة يعني لا يعني. لكن إذا عدت في إلى مفهوم الجسارة والقوة، أنا طبعا يعني ربما أكون شجاعا طبعا بالكتابة، دائما أقول هذا، لكنني جبانا في الحياة وفي الواقع، وخفت من الحرب وهربت، يعني كنت يعني من مكان إلى مكان، من حارة إلى حي، إلى من مدينة إلى أخرى، إلى أن هربت من اليمن كامل يعني بسبب الحرب، لكنني ولا أستطيع أن أواجه. لكن قبل الحرب طبعا كنت أكتب ومصر على البقاء في اليمن مهما كان، يعني لم يعني كنت بحصل إشكاليات تصادم، لكن أصريت لأنه هو المكان الذي كان يمدني بالطاقة الكتابة، لا أقول إلهام إنما الطاقة الذي تساعدني على أن أكتب. ففي حرمة يعني لا أعتقد كيف تقرأ من قبل كثيرين، بعضها يقرأها رواية باحية، رواية مباشرة، رواية يعني. أنا أتذكر اليوم مثلا لي صديق شاعر اسمه توفيق سيف، شاعر جميل مهم، ونشر قصائد هنا في البحرين الثقافية، نشرت له في البحرين الثقافية. هذا الصديق يعني تجاوز 50 سنة وهو لم يتزوج، قال لي أنت في رواية حرمة عبرت عني كرجل، يعني عبرت عن معاناتي، عن كبتي، عن تصوراتي.
طبعا يعني ممكن قراء اخرين، يعني انا اتوقع انه ممكن نفس الاشكاليه تكون لامراه هندوسيه او بوذيه او راهبه، نفس الاشكاليه. للاسف الشديد طبعا الحرمه تستطيع حتى من مفهوم الحريم ان تتجاوز هذا وتتمرد، لان الجسد هو الذي يثور على الوعي على الايديولوجي. لكن للاسف صديقي توفيق الان هو في مرض نفسي، يعني هو في مصحة نفسية، يعني للأسف الشديد هو طبعا كان يقدر يتغلب على في الحياة بشكل المدخولات الحياتية، لكن يعني المعاناة الذاتية القمع والكبت الذي كان يعيشه كان يستطيع أن يتغلب عليه، لكن جاءت الحرب أضافت إلى هذه المعاناة معاناة أخرى، كمثلا متطلبات العيش كالخبز والماء والكهرباء، فلم يستطيع أن يواجهها. هذه السطح أحياناً يقضي على الشخص أكثر من الأشياء الداخلية أو النفسية الذاتية، وهو الآن في حالة مرهقة يعني أو مريضة. تأكيد حتى لا نرهق أستاذنا علي، فهذا آخر سؤال، تفضلي. مساء دافع بالرواية، تركيا العمري، شاعرة في كاتبة في مترجمة، واقتربت من الرواية. من السعودية الخبر. طبعا ذكرت لنا، وتحية لك أستاذ علي وتحية للحضور الكرام، ذكرت لنا إشكاليات الرواية خلال كتابتها. ما هي إشكالياتها بعد إصدارها، يعني عندما تصدر الرواية ما هي الإشكاليات الروائية للروائي، أو انتهت إشكالياتها خلال عملية الكتابة؟ جميل، حلو، سؤال جميل. يعني نعتقد أن الرواية تظل رواية حتى مع القراء، تظل تسرد. يعني مثلا حين الان اعيد قراءه ما حصل مثلا ما بعد روايه حرمه، روايه يعني صديق اسمه احمد العرامي، شاعر واكاديمي، اقترح على طلاب وطالبات ان يدرسوا في عمل اكاديمي بحثي في جامعه، فتم الاعتراض على هذا الطريقه من الاباء، ثم تطورت الى منشورات من القاعده، الى منشورات مطالبين في بأخذ رأسه، ثم هو هرب إلى القاهرة، ثم بعد ذلك رأوا إنه هذا هو مجرد ناقد أو يعني هو أكاديمي، وهو اقترح فقط الرواية، وإنما هناك الكاتب الحقيقي هو موجود وعلينا أن نتجه إليه. فهذا قصة أيضا، هناك الإشكالية أيضا، هذا سؤال مهم. أحيانا الإشكالية الرواية لم تنتهي مع كتابة الرواية. يقول هومن جوي إنه الكتاب يصير جثة ميتة كالأسد الميت بعد أن ينتهي، لكن هو من زاوية الكاتب. يعني أنت حين تكتب كتاب ينتهي دورك هنا مع نهاية الكتاب، لكن الكتاب هو حياة مستمرة دائمة. يعني فلوبير كان في مدام بوفاري حياة، أضاف حياة أخرى بعد كتابة الرواية. أكيد. نحن نشكر الأستاذ علي البقري شكرا جزيلا على سعة صدره لاستقبال هذه الأسئلة، ونشكره لتلبيته الدعوة لحضور هذه الأمسية التي نختتم بها هذا العام، متمنين له ولكم عاما مقبلا جديدا سعيدا، ونتمنى أن يعود اليمن لسعادته وتصبحون على خير.